حلقة اليوم مليئة بالمفاجآت والأخبار. نشرة أخبار اليوتيوبرز من تقديم إياد. مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. نشرت تالين تيوب مجموعة من الصور من المستشفى عبر ستوري على انستغرام، واللي أثار قلق المتابعين بشدة، حيث ضربت لهم موعد للفيديو القادم لحتى تحكي القصة وراء الحدث اللي صار معها بالمستشفى. من بعد مشاركتها لعدد من الفيديوهات على يوتيوب من بعد طلاقها، واجهت شادو مجموعة من التعليقات السلبية مؤخرا، اللي طالت عناوين بعض من فيديوهاتها اللي استعملت فيها كلمة الطلاق، حيث اعتبرت هذه الفئة من المتابعين أنها تستغل الموضوع لأجل العنوان وجلب المشاهدات. واجه أحمد أبو الرب مشاكل من بعد تنزيله لفيديو ردت فعله على الفيديوهات اللي بتنتقده، وتحديدا انتقاد اليوتيوبر أبو هيكل، حيث رد أبو هيكل على أحمد بآخر فيديو على قناته، وشارك مجموعة من الرسائل اللي دارت بينه وبين أحمد بالخاص على انستغرام، واتهم أحمد بالكذب. هذا اللي خلى أحمد يرد بستوري على انستغرام. هذا غلط اصلا، ضعف اني ارد على انتقادات، لازم انا خلاص اتقبل الانتقادات، ف خلاص حبطل اعطي اي عين لاي انتقاد بيجيني. هاي حتصير شغله عندي. شو ما الفيديو استفزني، شو ما كان فيه مسبات، فضيحه، مسجات، قصص، ابصر شو، ما راح ارد على ولا حدا بالحياه خلاص. اكبر غلط عملته هذا الفيديو، الفيديو نزلت امبارح وندمت، وعالمنا وسخ عالم السوشيال ميديا. يعني فعليا كل شخص انا حكيت معاه في بدايتي عم بحاول يفضحني at some point. هيك هي. وانا بغض النظر عن الهبد وكل هذا، انا اكثر انسان سهل ينضحك عليه في الحياه، يعني بسرعه بثق في الناس، بسرعه بنضحك علي من الناس، ويعني انا مو ذكي، انا اقسم بالله انا بجزء يعني اغبى حدا بتعرفه. يعني عادي جدا اكون ببعث لحدا مسج وياخذ جزء من المسج وينشره، وعلى اساس اني ابصر شو قلت، ويطلعها اني ابصر شو عملت، ويصير قصه كامله وخلص من اليوم طالع مار. يعني اوكي انا عندي هسه مليون متابع، بس انا مو حاسس عندي مليون متابع. ببعثوا لي متابعيني برد عليكم، على فكره كثير برد على مسجات، بس انا ما بحكي. اصحابي، في منهم اصحابي جد، في منهم بيستغلوني انا مو عارف، وشي كثير بيقهر لما اعرف يعني. تركت نور ستارز ستوري مفاجئ لمتابعينها وكتبت: هذا هو شكل انفي اذا عملت عملية تجميل، ما رأيكم؟ كيف شكل نور؟ هل برأيكم نور تفكر حاليا بعمل عملية تجميل لانفها؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات. اصدر ميرسال فيديو كليب اغنيته الجديدة طاير بالسماء العالي، واللي أثارت الجدل نظرا لكلمات الأغنية اللي حلل عدد كبير من الناس أنها قصف جبهات، خاصة لما شارك مرسال صورة لبيسان إسماعيل بالفيديو كليب. من بعد وصول بنين ونور لدبي بلشت المفاجآت والتعاونات تظهر، فعملت بنين أول تعاون لإلها بفيديو مع شيرين بيوتي، واللي كان عنوانه تحدي تغيير الملابس، واللي حقق نسب عالية جدا من المشاهدات. أما نور ستارز فبلشت تعمل على مفاجآت جديدة، من بينها عمل جديد ما كشفت عنه، فاكتفت نور بنشر ستوري على انستغرام من الاستوديو وعلقت: مو أغنية.